ايه الاخبار يا ناس؟ حلو، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو النهارده من قناه بيستي ومنبه. النهارده هنلعب لعبه اتطلبت مني من 3 سنين تقريبا. اللعبه اسمها بالون تي دي 6. فكره اللعبه ان في قرود وبالونات، انا مش عارف هي عباره عن ايه الصراحه، بس لما شفتها حسيتها لعبه ايه، ملونه بزياده ومرحه بزياده، وكنت ساعتها ماليش نفسيه ان انا العب حاجه زي كده. فاشتريتها بدولار واحد بس، كان عليها ديسكاونت، معرفش الديسكاونت لسه موجود ولا لا، بس كالعاده اي لعبه في بيستي ومنبه هتلاقوها في الوصف تحت، ممكن تشتروها او تنزلوها لو ببلاش. دي مش ببلاش، فتقدروا تشتروها من اللينك الموجود في الوصف. هنجربها، هنشوفها عامله ازاي، هنلعبها نص ساعة ونشوف. فخلينا نفتح اللعبة، ماشي، وندوس ستارت، وندوس ستارت هنا ونشوف هيحصل ايه. اللعبة دي اللي كان طالبها مني كان انس على ما اظن، انس مطنة المودريتور، قال لي لعبة حلوة وهتعجبك ورايقة، واعتقد اللعبة دي موجودة على الموبايل كمان اعتقد. فبيقول لي ان البالونات سيطرت على المدينة، بس كده. اوكي، وقف البالونات من ان هي تعدي او تكمل. تمام، حط قرد بيرمي اسهم هنا. اوكي، انا فهمت فكره اللعبه ايه تقريبا، فهمتها تقريبا. حط كمان قرد بيرمي اسهم وبعد كده ابدا لعب. طب تعالوا نحط ده بيضرب كده، دي تاور ديفنس يا جماعه، دي لعبه تاور ديفنس. فانا هحط القرد التاني هنا او لا هنا، المكان ده كويس قوي. بس وندوس ابدا، فالمفروض البالونات بتمشي. اوكي، انا فهمت جو اللعبه دي، انا فهمت جو اللعبه دي، دي لعبه تاور ديفنس. بس في حاجه عايز اعملها بس الاول، لحظه. اللعبه جميله جدا، ماشي، جميله جدا كل حاجه، بس انا مش قادر اسمع مزيكا دي. بس ايوه كده، هدوء كده وبتاع، او ممكن لا مش قادر اسمع مزيكا الصراحه، عايزين نلعب بهدوء. طيب، في فوقيه قلوب وفلوس، فاعتقد دي حاجات هنستخدمها بعدين عشان نفتح الحاجات دي، لان يعني واضح. يا لهوي، في كميه قرود ممكن الواحد يشتريها، احنا ممكن نجري. اوكي، المكان ده كان سهل صح؟ دوس ستارت عشان تبدا الراوند اللي بعدها، ماشي. هو لغايه دلوقتي القرد ده بيلحق يدمر كل حاجه. ينفع نجري صح؟ اه لا، احنا كده كنا بنجري اصلا، ماشي تمام. لما تدمر البلالين القرود بتاخد اكسبيرينس. اوكي، دلوقتي هو القرد ده ممكن ياخد ابجريد، فانا بختار هعمله ابجريد لايه. ممكن يدمر بالونه كمان في ضربه واحده، ممكن يضرب ب 15% اسرع، ممكن يضرب لمسافه ابعد. طب انا معايا قد ايه اكس بي، ولا اقدر اعمل قد ايه ابجريد، ولا انا بختار واحده من دول وخلاص؟ مش فاهم. هو هنا مكتوب 55، فهل اقدر اعمل ابجريد لدي؟ ايه ده؟ انا معايا 80 اكس بي. اوكي 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 اوكي، طيب اخليه يضرب اسرع، اخليه يضرب اسرع، ماشي، خليته يضرب اسرع كده. اوكي، انت فتحت الابجريد ودلوقتي القرد بتاعك، لا بس انت لازم تعمله، تفعله على الابجريد بتاعك، دوس على القرد دلوقتي وفعل. اوكي، ده انا بفعل حاجات هنا، يعني ممكن افعل 5 حاجات هنا. تمام، ده احنا القرود بص القرد بقى لابس بتاع ازاي بقى، اكيد. اه والله، بص على اليمين هنا، بص بقى والله لعبه لذيذه، لعبه انا بحب لعبه التاور ديفنس عامه، يعني من زمان بلعبها وبقالي كتير قوي ما لعبتش لعبه كده. في حد بيقول لي محتاج مساعده، مين دي؟ كوينسي هيرو، ماشي. بتعمل تطوير لنفسها بنفسها خلال اللعب، ولا ده وايد اصلا، وممكن نفرق اكتر من بالونه في ضربه واحده، فاحنا ممكن نشتريه. انا معايا 1000 وشويه، ممكن احطه، ممكن احطه هنا. وينفع ينفع غير ده؟ ايه ده بيتكلم انجليزي يا جماعه، ده قرد بيتكلم انجليزي والله. طب ما احنا ممكن نشتري قرد كمان نحطه هنا، بس ملوش لازمه، خلينا نوفر فلوس، لان ما اعرفش فلوس بتكمل المرحله بعدها ولا لا. فوق على اليمين مكتوب كام راوند، فهنا 4 من 10، فاهمين؟ ف حطيته في مكان كويس ده، احنا دلوقتي داخلين في 5 من 10. اوكي ماشي، هم لسه بيضربوا؟ لا لسه، اه احنا كده في 5 من 10 فعلا. طب ايه الفرق بين البلالين الزرقاء والبلالين الحمراء؟ اعتقد البلالين الزرقاء بتاخد ضربتين عشان تموت تقريبا. ده عمل ليفل اب كده، هو احنا ممكن الليفل ده، هو ده ما عملش حاجه، بس ممكن الليفل ده تاني. معانا قد ايه اكس بي؟ معانا 320 اكس بي، فممكن نعمل انلوك لدي ولدي. القرد ده بقى جامد قوي كده على فكره، وبعدين نفعلها ان احنا نعمل كده. والله في حاجات انا مش فاهمها الصراحه، بس خلينا نكمل. متاكد ان في ناس كتير منكم لعبت اللعبه دي قبل كده. اه دلوقتي البالين بتبقى اخضر، بعد كده ازرق، بعدين احمر. اوكي اوكي اوكي، فهمت اللي فيها. يعني البالونه بتاخد كذا لون عشان تتدمر. ليفل اب، ليفل 2، ايه بقى؟ في ايه؟ تشوز ا مونكي تو انلوك، انا بختار حاجه من دول. طب انا عايز ده، بيعمل ايه؟ ده بيبطئ بلالين، تصدقوا ده مهم؟ اخترت اللي بيبطئ بلالين، تعالوا نحطه هنا، ماشي، يبطئ بلالين. انا عايز احرك لكم الكاميرا شويه، يعني احط لكم الكاميرا مؤقتا فين؟ احطها فوق هنا، ماشي، احسن لكم عشان تشوفوا الطريق كله، وانا بقول لكم بشتري ايه. ف
فانا دلوقتي جبت القرد ده، خليها بقى نعمل كده. او اكشلي تعالى ننزل تحت هنا، نايمين بالواجب وزياده اهو. ماشي، انا مستمتع باللعبه والله، حقيقي مستمتع بيها والله، هي ممتعه. بس اعتقد هتبقى امتع قدام شويه لما الدنيا تبقى اصعب، صح؟ اعتقد يعني عارف ان هي دلوقتي كده سهله قوي، بيعلمونا اللعبه. اللي بيبطل ده كويس قوي، اللي بيبطل ده كويس قوي. او القرد اللي على اليمين ده يا عيني ما جاش والله، ما جاش. انا ممكن ابيعه اصلا، انا في الراوند اللي قبل الاخير. اوكي، اكتيفيتد ابيليتيز، يو هاف ان اكتيفيتد ابيليتي، ذيس كرييت باورفل تمبرري افكتس. اوكي، عندي ابيليتي شغاله وبتعمل افكتس معينه، هي شغاله يعني. هو عايز ايه؟ عايز ايه يا كابتن؟ طب هو ما فيش عربي في اللعبه دي؟ والله احنا ما فيش لغات اصلا. طيب ابدا. اللعبه دي لذيذه بالدولار يعني، ما ينفعش فيها اكتر من دولار الصراحه. انا عرفت ان هي بتاخد 80 ساعه عشان تقفلها، فاحنا مش هنلعبها تاني بعد النهارده. ها، فاضل راوند واحده بس، دي اخر راوند المفروض. المساحل، لا الاماكن حلوه، اماكن اماكن القرود حلوه قوي والله. بص التاني بيهرش والله، والله العظيم ده عمال بيهرش، ما بيعملش اي حاجه مفيده. دي الراوند العشرة من العشرة. ها خلصنا، خلصنا. اوكي كويس، كل ده عشان ناخد 100 دولار بس؟ احنا جمعنا 1600 في المحل نفسها، ايه الهبل ده؟ طيب ايه فيها كوب؟ ممكن تلعب مع حد، مش عارف ايه الكلام ده كله بس ماشي. ده ايه ده؟ ايه كل الكلام ده؟ لحظه واحده، لحظه واحده، لحظه واحده. انتوا شايفين عامه في باورز، قوه، في نوليدج، معلومات، في صندوق هنا خدنا 50 جنيه اليوم ده لعبه موبايل، لعبه موبايل يعني. انا بلعبها على ستيم بمناسبه يا جماعه. مش فاهم في ايه. لانجوج ما فيش عربيه، ازاي لعبه دي ما فيهاش عربي؟ ماشي طيب. هيروز ده لبس ولا ايه؟ ده لبس، انا ما بهتمش باللبس خالص. ومونكيز دي القرود اللي معانا، معانا ثلاثة من دول وواحد من ده. تمام ماشي. ايه كو اب بقى؟ انلوك ات ليفل، لازم نوصل ليفل 20 عشان نلعب كو اب. اوكي احنا دلوقتي بص بقى هنا بدأت ايه تبان المراحل، كل دي مراحل في اللعبة. فتعالوا نبدأ بأول واحدة. ايه ده لسه في كتير، حلو الحوار ده والله. تعالوا نبدأ بمونكي ميدو دي العادية ونلعبها هارد و ستاندرد ونشوف هنعمل ايه. انا كده جايبها صعبة، المفروض صعبة. اشغل لكم المزيكا واخليها واطية. استنى ماشي. دلوقتي احنا بنفكر نحط القرود فين، فهنحط قرد هنا، ده بيخلص من اللي جايين اول. انا معيش غير ده فلوس. طيب خلينا نشوف، هو قايم بالواجب اهو. ماشي قايم بالواجب، قايم بالواجب، كويس حلو قوي. طيب معانا 203، ده ب 215 فمش هينفع نجيبه دلوقتي، فلازم نلعب راوند كمان. تمام، هو ايه اللي حصل دلوقتي ده؟ متنا؟ متنا. هيلث بتاعنا بيقل. اوكي اوكي، دلوقتي ممكن نجيب قرد تاني. فتعالى نجيب القرد ده، بس احطه فين ده؟ احط القرد ده هنا. ماشي، ونجرب كده. ما اعرفش ايه الباورز دي الصراحه، لسه ما عملناش بيها حاجه، بس اعتقد كده ماشي معانا حلاوه. اوكي كده ماشي معانا حلاوه شويه، نقدر نشتري ابجريد من دول. بترمي في 8 اتجاهات دبابيس. ده معقد قوي، مش عايز اجيبه دلوقتي لما افهم شويه. وده بيرمي حاجات برضو كويسه. انا عايز دي، انا عايز البتاعه دي 300 دي. تعالوا نحطها هنا، لا هنا. ماشي، ونشوف كده هتعمل ايه. بتضرب دبابيس في كل الاتجاهات فعلا، ما فيش حاجه ثانيه تتقال يعني، احسن لي احطها وسط حاجات كتير يعني. ده الكويس، بس الرينج بتاعه قليل قوي. دي كانت تبقى احسن تتحط هنا على فكره. طيب نكمل الراوند اللي بعده. 80 راوند، 80 راوند، كتير قوي 80 راوند الصراحه. اللعبه دي كان نفسي اعمل لها ستريم الصراحه، بس ما اعرفش هتنفع الستريمات ولا لا، انتوا قولوا لي تحت في التعليقات بقى.
بيقولوا لي كمل لعبه، العب اللعبه كتير يعني. انا عايز اجيب اللي بيبطئ. انا ممكن اجيب في نص الراوند. اوكي اوكي كده احسن بكتير. طب ما احنا ممكن نعمل ابجريد، ممكن نعمل ابجريد لدي. فاستر شوتينج، تضرب اسرع، نخليها تضرب اسرع احسن. ماشي خليتها تضرب اسرع. بعدين ممكن نعمل كده ونحط لها دي. طب والقرد العادي ده اهو ابجريدبل برضه، تعالوا نجيب له. ده الابجريد على طول للابد معاه، ما كنتش عارف الحوار ده والله. طيب نخليه يضرب اسرع برضه هو كمان. وانهانسد اي سايت، ولا ونخليه يضرب بالونتين في نفس الوقت. ماشي نطلع كده ونجيب ده ونحط له ايه كده. طب وبعدين صعب قوي يا جماعه اللعبه والله. بسم الله. بيجر جلوبز، جلو سوك. لا نخليها ستيكر جلو، نخلي ال البالونه اللي تتلزق تتلزق اكتر، ونخليه يلزق بالونتين في نفس الوقت. ماشي بعدين نحط له الحاجتين دول. معناش في عشان معناش فلوس وما نقدرش نعمل. اوكي اوكي فهمت، خلاص خلاص فهمت 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 يا جماعه فهمت. ماشي عشان عارف ان في ناس محترفه اللعبه دي هتقعد تشرح لي المفروض اعمل ايه. اللعبه دي لذيذه بس ملونه بزياده عن ان انا العبها كتير الصراحه. لانش ذا باورفل بوم، تعالوا نجيب ده بومرانج مونكي ده. ماشي ونكمل. لعبه لذيذه بس مش لعبه العبها مع نفسي يعني. دلوقتي بلعبها معاكم كده ومستمتع بيها جدا، بس مش لعبه العبها مع نفسي خالص. انا مش عايز اصرف الفلوس على حاجه غير الابجريدز يعني. دلوقتي ممكن اعمل كويك شوتس، فالقرد ده بقى يضرب اسرع، وبعدها ممكن اعمل كمان فيري كويك شوتس فبقى يضرب اسرع زياده كمان، وبعدها نبقى نشوف بقى الحاجات دي. بس هو ده ممكن اعمله ابجريد بكام؟ ده ممكن اعمله ابجريد بتاعته هو كمان، فخليه كده ونشغل، واول ما نجمع 110 كان نعمله ده كمان. حلو قوي. والقرد ده زي ما قلنا بيعمل ابجريد لنفسه، فكده ده كمان معمول له ابجريد كويس. وانتي ممكن اعمل لك ابجريد لحاجه كمان. اوكي لونج رينج، اخليه لونج رينج تاكس، ولا اخليها فاستر اسرع؟ ما ينفعش اعمل اسرع دي اصلا، خليها لونج رينج. خلينا نفتح لونج رينج الرينج دي ونعملها لده. بس كده كده القرود دي كلها جامده جدا، او المنطقه دي كلها جامده جدا. لازم بقى نبدا نملى هنا في الحته دي، عشان اعتقد ان احنا قدام شويه. ابص الموضوع بقى عامل ازاي، فقدام شويه الموضوع اصعب شويه. ما تيجوا نستنى ونجيب القرد ده اللي ب 350. تعالوا نستنى ونجيب القرد ب 350 ده. لغايه دلوقتي هم دول قايمين بالواجب وزياده يعني. ال 350 هيجي دلوقتي حالا اهو، فنحطه هنا. هو كان بيهوشهم ولا ايه؟ ما عملش حاجه مفيده، حاسه ما عملش حاجه مفيده. معانا 450 اكس بي، فممكن نشتري دي. ماشي ونعملها، فده بقى يشوف الاماكن ابعد. ده لسه ما ينفعش اعمل له اي ابجريد، ده اصلا ماليش دعوه بالابجريد بتاعته خالص. ليفل 5 نجيب القرد الازرق وخلاص، نجيبه خلاص صح. يلا ونشتريه نشوف بيعمل ايه، انا بحب اجرب بنفسي. طيب وده ملوش ابجريد لسه، ما خدش اكس بي كافي. طيب اوكي كل واحد فيهم بيقول لنا اصلا هو فجر كام بالون. احنا ممكن نفتح دي. استنى كده نعمل كده. هو انا لو دست ازاي دي حصل ايه؟ مش عارف ايه ده اللي حصل. الو كانسل ترانزاكشن، ايه الهبل ده؟ ماشي بعدين نعمل ده. المنطقه دي بقت صعبه قوي على البلالين والله العظيم. اللعبه دي بتفكرني ببلانتس فيرسز بلانتس فيرسز زومبيز، لعبه برضو من الالعاب اللي عايز العبها معاكم هنا في القناه والله. هو انا مش فتحت القرد الازرق التلجي اهو ب 540. اوكي نحاول نشتريه. ري جرو بالونز، ذيز كيوت هارتس شيب بالونز وري جرو باك لوست لايرز افري كاب. البلالين القلوب لما بتتضرب بترجع تاني، بتتصلح تاني. اوكي طيب تعالوا نحط ده هنا. مش عارف بيعمل ايه بقى، نشوف دلوقتي. تعالوا نبطل بقى، بيجمدهم في مكانهم. حلو ده حلو ده، دي السرعه العاديه بتاعت اللعبه يا جماعه. انا مسرعها على تانية بس دي سرعتها العاديه. عامة هنحتاج قرود كمان، عايزين نعمل ابجريدز. تعالوا نجيب ستيكر جلو او سترونجر جلو دي. ماشي ونعمل له الابجريد ده تمام، ونشوف لو في حد تاني ليه ابجريد. ده ليه ابجريد
improved ranks, faster throwing, longer ranges. تعال خليه يهدف مسافات ابعد ويضرب اسرع. تمام، فهل معنا فلوس الحاجات دي؟ معناش لسه فلوس، عايزين نجمع 200 و300 دولار تقريبا. يس يا عم، ايه اللي يس؟ هو انا كل ما ادوس عليك هتقعد تكلمني؟ يلا تصدق بدات استمتع باللعبه دي، هي محتاجه بس تصعب تبقى صعب. اوكي 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 اوكي، بدا الموضوع يبقى اصعب فعلا. فاحنا هنحتاج الاخ ده هنا، ده محتاج يبقى هنا عشان بدا. ايه الابراهيم السودا دي؟ ما بينفجروش بانفجارات وجواهم بالونتين صغيرين، يعني كل بالونه سودا قدامها بالونتين صغيرين حمر. ايه العبط ده؟ طب تعالوا نشتري قرد كمان معلش ونحطه هنا عشان بس ايه نبقى مكفيرين المنطقه كلها، وبعدين بقى نشوف ازاي هنعمل ابجريدز. يعني هعدي دورين كده بعد كده نعمل ابجريدز على قد ما نقدر. ماشيه كويس ماشيه كويس ماشيه كويس. اوكي كويس قوي، فتحنا المدفع. احنا ليفل 6 يا جماعه، انا كنت بقول ليفل 20 عشان نلعب مع الناس، ليفل 6 دلوقتي. طب احنا ممكن نعمل ابجريد ده والابجريد ده، وممكن نعمل ده ابجريد تاني فشوت ايفن فاستر ولا سوبر ران. خليه يضرب اسرع اسرع من اللي هو بيضربه حاليا. ماشي، وده برضو ليه ابجريدز. هخليه يعمل ايه؟ بيرما فروست، انهانسد فريزنج. اوكي نخليه يجمد في منطقه اكبر، اعتقد دي احسن حاجه نخليها للواد ده، فكده المنطقه اللي بيجمد فيها بتبقى اكبر يعني. فخلينا نكمل. وايت بالونز ار لايك بلاك، البلالين البيضاء ما بتتاثرش من التلج يا جماعه، فانا مش باثر فيها دلوقتي خالص، وجواهم برضو بالونتين، فحاجه لازم اخلي بالي منها. طيب احنا ممكن نشتري ده ابجريد كمان من دول، وتعالوا نجيب له اتاكس فاستر، يهجم اسرع. ماشي، فهنخلي ده يهجم اسرع. يا جماعه مش كل ما ادوس على الزرار ده من غير ما اوصل التفتحيه بتاع دي. تمام، معانا كام فلوس؟ 66. مش هنعرف نعمل ابجريد تاني دلوقتي، احنا لازم نبدا نعمل ابجريد للايدين اللي تحت دول. بصوا لازم نعمل ابجريد للايدين اللي تحت دول، فتعالوا نعمل ده كده وده كده. ماشي ونكمل. كامو بالونز كان بي افكتد باي يور مونكيز انليس دي هاف ا واي تو ديتكت ذيم، فور اكزامبل كوينسي كان ات ليفل 5 اند دارت مونكيز كان وذ انهانسد اي سايت ابجريد. البلالين اللي شكلها عامله زي بلالين الجيش لازم نعمل ابجريد معين، يعني ده عمل الابجريد ده الحمد لله انهانس اي سايت، لازم نعمل انهانس اي سايت ده عشان البلالين دي عشان الناس دي تشوف، فلازم اجيب ده شارب شوتس دي. ماشي. بيربل بالونز كونتين تو بينك بالونز اند فاست ار فاست اند اميون تو اول انرجي. ايه يا جماعه ده؟ البلالين بنفسجي جواها بلالين بينك وبيستحملوا اي حاجه. وبعدين بقى وبعدين والله في الصعوبه اللي في اللعبه. بص 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 يا ستار. طيب عايزين نعمل ده ابجريد للشارب شوتس عشان نخليه يشوف كويس. انهانس اي سايد موجوده، ده هي اللي ب 215. لازم نعملها لازم نعملها لازم نعملها لازم نعملها. انت ليفل كام يا اوكي ده كويس ده شايف. طيب عامه البلالين كام؟ هو ايه الابيض في اسود دول؟ في بلالين ابيض في اسود والله، ما خدناهمش دول في الكلاس. بيقولوا لي ايه ده 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 الحاجات دي كلها؟ ايه ده؟ ده لازم يبقى في الميه. تعالوا نجيب ده سنايبر سنايبر مونكي. طب ده بيتحط فين ده؟ اخليه هنا. ما اعرفش انا عملت ده صح ولا غلط الصراحه. هو كان كاتب معلومه عن ال كان كاتب معلومه يا جماعه عن اللي اسمه ايه ده؟ عن البلالين الابيض الزيبرا، بس ما كانتش طالعه لي يعني، ما كانش باينه لي قوي. ده بيضرب من هنا، ده القرد السنايبر بيضرب من الناحيه دي اصلا. والله انا ما عارف انا مستمتع باللعبه دي ولا لا، اقسم بالله. تعالوا نعمل ده لونج رينج، ودي فده بقى قرد كويس، وبعدين عايزين نعمل ده كمان كده فبقى قرد كويس هو كمان. وبعدين ده احنا ممكن نعمل ابجريدز كمان، تريبل شوت. خليه ده تريبل شوت نفتحه، كان ب 2000. طب التريبل شوت دي بكام بقى؟ ب 430. اوكي احنا معانا 140 فنكمل عادي. ليد بالونز محتاجين قنابل يا جماعه، محتاجين قنابل، دول ما بيتاثروش من اي حاجه. وات نيكست؟ طب اعمل ايه؟ ابيع ده واحط مدفع هنا. ايوه كده اوكي صح. لا عملت ده
صح قوي اللي عملته ده. يا نهار ابيض، ده احنا فعلا في واحد السنايبر جابها، جابت فشخ، اقسم بالله جابت فشخ. طيب تعال نعمل ابجريد ده ولا ده ولا ده. ممكن نعمل ابجريد ده جلو سبلاتر. ماشي، بكام؟ 1400 1000. ايه ده يا جماعه؟ طيب انا عملت ابجريد دي، ممكن نعمل ابجريد ده كده وبعدين معيش فلوس. ماشي يا مسهل. يا لهوي يا جماعه، اللعبه دي صعبه قوي على فكره ومحتاجه استراتيجيه والله بجد. احنا لسه في راوند 29 من 80. ها ما اعتقدش احنا هنخلصها دلوقتي خالص. طيب هل اقدر اشيك بجد دلوقتي؟ اقدر. حلو، تريبل شوت ونكمل. عايزين نعمل تريبل شوت كمان. دول مش عارف معاهم حاجه كده. هما كده ماشيين بسرعه. ما الجلوب يبطئهم. تمام، اماكن القرود دي حلوه قوي، واماكن المدفع كويس قوي، او مكان المدفع كويس قوي. عايزين نعمله ابجريد المدفع ده، عايزين اكسترا رينج. ايوه ده، عايزين نخلي المدفع ياخد مكان او مساحه اعلى يعني. ماشي اللي بعده. ده برضه عنده حاجات هات فاير نعملها. اشتريها، ليفل اب. اوكي، عايزين حد تاني يكون بيضرب مورتر. مورتر ده حلو قوي، حد يكون بيضرب فاهمين بمدافع تاني. واعتقد ان احنا محتاجين حد تاني بيعمل جلو تقريبا. نخليه هنا اظن، يعني اظن الخطا اللي انا عملتها دي صح. اظن حد تاني يبطئ كده فاهمين. ماشي، ومحتاجين واحد من دول تاني هنا. ماشي، ونشتري له ابجريد. يس، لحظه انا اشتريت حاجه ما اقصدهاش يا جماعه. يلا مش مشكله، هسيبه يمكن يظبط معانا، الله اعلم. رزق رزق رزق. دول بس اللي بيضربوا عشان دول بلالين كاموفلاج ده، فده لازم ياخد الابجريد بتاع انهانس اي سايد ده ضروري. هو عنده اصلا بس هو عشان بعيد. تمام ماشي. هل اعمل حاجه تانية ولا ايه؟ ممكن اعمل ابجريد تاني لده، ريفريز. فهل اقدر اشغله؟ اقدر اشغله، ونقدر نعمل ابجريد لده تاني. فاستر رانكس، هل اقدر اعملها؟ لا ما اقدرش دلوقتي عشان معيش فلوس خالص. السنايبر ده نظامه طيب؟ انت نظامك يا كابتن والله. نايت فيجن جوجلز، اوكي يقدر يدمج الكاموفلاج. حلو ده، قول لي انها سعر رخيصه. مش رخيصه قوي بس دي اهم حاجه على فكره، دي اول حاجه اعملها ابجريد الصراحه. عمال بعمل عليها سبام اصلا. ماشي عملناها كده، وده 380 دي برضه عايزين نعملها. بس كده حلو قوي، حلو قوي قوي. وده يقدر يعمل ابجريد هو كمان، فتعالوا نجيب له فاستر ريلود ولا بيجر بومز. حاسس بيجر بومز لان محدي ضيقه دلوقتي فهيفيدنا، يبقى عنده قنابل اكبر. ليفل 9، تعالوا نجيب. هما دول ايه؟ اوكي ده وده حلوين، فهنختار ده ب 1730. تعالوا نحاول نجيبه ده، بس الاول بيجر بومز انلوكت خلاص. استنى بقى، ده انا معايا لسه اكس بي، ممكن اشتري حاجه كمان قصدهم. تمام، طب انا مشتري حاجتين اللي انا عايزهم الصراحه، فمش هشتري اكتر من كده. تمام، مور كامو بالونز اون ذا واي، يو ماست بريبير فور ديفنسز. لا خلاص احنا جاهزين، جاهزين للكامو، جاهزين يا معلم، جاهزين يا معلم. ايه بالرين؟ خد خد اهي. ايه والله ده، يا لهوي على اللي بيحصل يا جماعه، يا لهوي على اللي بيحصل يا جماعه والله العظيم. ماشي عملنا ده البيجر بومز، وعملنا ده البومرانج مع اني كنت عايز اشتري الطياره الصراحه، وعملنا ده الاستيك الزياده، وده ممكن نجيب له ابجريد كمان. فول ميتال جاكيت، اوكي ده ممكن يفرقع اي بالونه كده حرفيا، اي نوع بلالين، فده كويس قوي. يعني تلجي يفرقع، حديدي يفرقع، كاموفلاج يلاقي. فالسنايبر ده مهم قوي على فكره بجد، مهم قوي 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 يعني. بس انا دلوقتي مش هعمل اي حاجه بقى خلاص، دلوقتي انا هصبر وهحاول ان انا اشتري الطياره ب 1730. حاسس الطياره دي هتفيدنا جامد، خصوصا ان احنا عدينا نص الراوندز تقريبا.
لعبة صعبة على فكرة. اهي اهي اوكي اخليها فين دي بقى؟ اخليها فين والله؟ خليها كده اعتقد. ممكن نجيب سنايبر كمان، نجيب سنايبر كمان ونعمله ابجريدز بتاعته. هنركز له في الابجريدز ده. سيراميك البلالين السيراميك بتاخد وقت عشان تتفجر. تمام احنا عايزين عامه نعمل ابجريدز ده والابجريد دي كمان. بس كده ده تمام كده. يخرب بيت العنف، يخرب بيت العنف والعشوائيات والله. ليفل اب اوكي. تعال نجيب الطياره الثانيه. الطياره الثانيه بكام؟ ب 865. يلا هنجيبها دلوقتي حالا. يلا اهي تعال نحطها بقى ايه هنا. اديله اديله والله. بص يا جماعه كده اللعبه عامله ازاي، كميه اكشن. بمناسبه طياره هليكوبتر تحت بيتي، يعني تحت قصدي. هو انا اللي بختار تروح فين ولا ايه؟ ده انا اللي بختار طياره هليكوبتر تروح فين يا جماعه. انا ما اعرفش الحوار ده. تمام قلت لي. طيب تعالوا نركز في ابجريدز. تعالوا نركز في الابجريدز. نعمل دي ونفتحها لده ولده. وحد تاني عنده ابجريد؟ اه ده عنده ابجريد اهو. وده ممكن نعمله ابجريد تاني. فراك بومز ماشي، وخلينا نشتريه له ب 325. تعالوا نستنى. فير مواب بالونز. يا نهار ابيض ايه ده؟ ايه ده؟ ده منطاد. ايه العبط ده؟ ايه العبط ده والله؟ انا خدت سكرين شوت اهو. عامة حوار الطيارة الهليكوبتر ده مهم قوي الواحد يبقى عارفه. ماشي قويت ال في حد تاني ينفع قوي؟ ينفع قويك. تعالى مواب جلو. اوكي نقدر نوقف الطيارات الكبيرة دي. حلو ده. 3670 ب 3670 عشان اوقف الطيارات الكبيره يا جماعه. ده ايه ده والله؟ هو انا ممكن اعمل لك ايه؟ ماشي تعال نجيب الطياره الهليكوبتر هنا. هو انا الطياره الهليكوبتر دي انا اللي بتحكم فيها مش عاجبني. معرفش هل في طريقه ان الواحد ايه ده. انا ممكن اطور الطياره الهليكوبتر. اوكي بيجر جيتس، فاستر دارتس، وكواد دارتس. نعملها ابجريد تاني دلوقتي. حلو حلو ده حلو ده. اللعبه دي جامده على فكره والله. اللعبه دي جامده والله العظيم. اكسبلودنج باينابل انا جبتها عشان اسمها والله. ما قريتش بتعمل ايه اقسم بالله. لقيت الموضوع فيه اناناس جبت على طول. لسه شايف عصير اناناس قبل ما اصور الفيديو ده. اي اناناس انا معاك. لغايه دلوقتي ماشي معانا حلاوه. احنا عارفين دلوقتي ما بنعملش حاجه خالص، يعني ما فيش حاجه تتعمل. يعني هي ماشيه صح كده. ماشي. ري جرو رينبو بالونز كامينج اب ان كامو رينبو. عايزين سنايبر كمان ولا ايه؟ انا نسيت ان السنايبرز احنا جبناها ابجريدز لسه ما عملناهاش. لا عملناها عملناها عملناها. واحد بس اللي مش عاملين هيرس اللي هو ده. وهتعمله دلوقتي في السريع. لحظه كده. يلا عملتها خلاص. اوكي اوكي كده ماشيه كويس قوي. ليفل 11 حلو. تعالوا ناخد ده. هما الاثنين محتاجين ميه فمش هيفيدونا في معهدي خالص. فاخترت اي واحد وخلاص. لازم ميه عشان اعمل الاثنين. هو معانا ابجريد كمان لارج كاليبر. تعالوا نفتحه. ماشي ونشوف بكام. ب 1620. طيب محتاجين 1620 في 3 عشان نفتحه. ودي كمان ليها ابجريد على فكره. بليد شوتر حلو ده. بكام بليد شوتر؟ 505 والله. يلا بص بقى يضرب ايه بقى. يضرب مناشير منشار يعني. فحلو ده. في حاجه تاني ليها ابجريد؟ مفيش. لا في طياره دي ليها ابجريد. ليها ابجريد كمان رابيد فاير شوتس فاستر. ولا اوه ده بيدمر 8 في نفس الوقت. ده هاته ده هاته ده قوي. ده الطياره دي بقت قويه جدا على فكره. الطياره دي ملهاش ابجريد تاني. لا ليها اهو طلع على طول. ممكن نعمل ابجريد برسوت نيو تارجتنج اوبشن. ايوه كده كده الطياره دي ممكن تمشي ورا الانميز اوتوماتيك.
ب 540. ده مهم ده. بس كده باي باي كده، مش محتاجين نهتم بالطياره والهليكوبتر. كان نركز مع الحاجات بتاعتنا بقى. لعبه جامده يا جماعه. ايه اللي بيحصل ده والله؟ ده الفيديو هيخلص اصلا. ايه الزعل ده؟ قولوا لي بقى لو عايزين تشوفوها تاني بجد. ما عنديش مانع العبها تاني والله العظيم. يعني الاول كنت بقول لا ما اظنش العبها تاني. لا 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 العبها تاني عادي. صباح الفل يعني. اللعبه جامده جدا اصلا يعني. انا سايب دلوقتي اجمع فلوس على قد ما نقدر. يخرب بيت العشوائيه. طب هو انا لو عملت بوز عادي؟ واتس ذيس؟ ذيس بالونز هاف اكسترا ارمر ميكينج ذم. اوكي في بلالين اقوى من الاقوى يعني، اقوى من القوي اساسا. انا لو هراجع اللعبه دي اقول لك بس ان انا خلاص دي اخر راوند يا جماعه. زعلت والله. ايه اللي بيحصل ده؟ انا فعلا استمتعت باللعبه جدا على فكره. انا فعلا استمتعت باللعبه. احنا لغايه دلوقتي ماشيين كويس على فكره. مش عارف هل في اي ابجريدز ثانيه ممكن اعملها ولا ايه؟ ايه الراوند الطويله دي؟ هي شكلها بدات تبقى صعبه، فلو عملنا فيديو ثاني هيبقى الصعب بزياده بقى. فخلي بالكم من الحوار ده. ماشي. يلا يا جماعه في ايه والله؟ طولنا. حقيقي طولنا. عامة دلوقتي ممكن نعمل الابجريد بتاع اللارج كاليبر ده لكذا واحد. لا احنا طولنا قوي جدا. وانا مش مسرع؟ اه كده سرعت. اوكي. ما كنتش مسرع اصلا. ماشي. ليفل 12 حلو. يعني كمان فتحنا كل دول. ماشي. بص بقى يا جماعه. احنا ممكن نبص على الحاجات اللي ممكن نعملها ابجريدز. اللي هو مثلا القرد ده. عملت له كل الابجريدز اللي ممكن اعملها. ماشي. وبس كده يعني. اعتقد بقى المره الجايه بقى نبقى نشوف ممكن نعمل ايه لو قلت له العبها تاني. احنا في راوند 45. انا عايز بقى اعرف بقى لو طلعت هوم ستور. ايه ستور ده؟ الفلوس بجد؟ ايه الهبل ده؟ هوم. ماشي. لو قلت بقى بلاي تاني نيو هيروز. اه دي الحاجات اللي ممكن افتحها وبتاع. ماشي اوكي. بلاي. وجينا هنا. اه بيقول لك راوند 46. انا نسيت ان احنا بنلعب هارد على فكره. اوكي لازم ادوس هنا عشان اكمل على الهارد. تمام تمام تمام. طيب خلاص تعالى نقفل الفيديو على هنا. انا بس اجيب الكاميرا دي فوق تاني وود. عشان واحنا بنسجل بس ما ننساش ان الكاميرا فوق. وبعد كده نعمل كده ونقول ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم. دي لعبه من اللعب اللي انا ما ببقاش عارف هتعجبني ولا لا، بس عجبتني. وكنت بقول لكم مش هلعبها مع نفسي. لا لما لقيتها صعبه قلت ممكن العبها مع نفسي. اللعبه دي محتاجه تكتيك، محتاجه تفكير وبتاع. فاتمنى يكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك، تشتركوا في القناه مش تشتركين، قولوا لي تحت التعليقات لو نكمل من الراوند اللي احنا واقفين فيها دي. يعني مين عارف ممكن تكون لعبه كده بنرجع لها كل فتره والتانيه في القناه دي، ما تعرفش. وبس كده اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. و عجبكم فشخ. سلام استوي. اوبس.